خلال 24 ساعة الأخيرة، أي منذ مساء الأمس وإلى غاية الخامسة زوالا من يومه سباي يوليوز 2020، حيث تم تسجيل 228 حالة إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، 90.3% منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء إلى غاية الآن إلى ما مجموعه 14607 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.